عسلمة. اليوم باش نطيبو جاتو، باش نعملو جينواز طريقة جديدة. باش نطيبو بالكوش بالكوش خفيفة، معناتها مش جاتو كبيرة، بالكوش بالكوش جينواز. وباش نوريكم كيفاه لي زيتاب. باش نبداو، حاجتي بخمسة عظام وواحد سكر فاني، والخميرة مش باقو باش نستعملو شوية. حاجتي ب 150 غرام سكر و 150 غرام فرينة. باش نبداو توا، يلزم بول كيف ما هكا شيحة ما فيهاش الماء بالكل، باش نحط فيها خمسة أبيض عظم، وباش نخدمهم بالباتور بيان سور. الباتور كيف كيف شيحة باش تنجم تطلع لنا العظم بالقدا وفيسا فيسا. باش نبداو بون، باش تضمنوا الريزولتا يلزمكم عظم ما فيهاش حتى فص أصفر، حتى طرف أصفر. كان قاعد لكم طرف أصفر على جنب نحيوه، معني عاودوا من الأول جديد. يلزم أبيض ما فيهوش حتى طرف أصفر عظم، هذاك اللي قاعدين تراو فيه ما هوش أصفر، بطلي مع الأبيض وباش نحي زادا. باهي، باش نبدا الخدمة هنا. قاعدين تراو بدا يتخدم، كمل ما نقص شعر. كيف ما قلت لكم راني ما زدتو حتى شيء، ما زدتو حتى شيء، جوست يلزم البول شايحه ما فيهاش حتى قطره ماء، والباتر كيف كيف نكمل. كملت كما قاعدين تراو ابي العظم الخفيف، وكيف نهز البول ونقلبها ما يتلزعش. انا تو ما نجمش نقلب لكم البول على خاطر كما قاعدين تراو. بون هاك، تو باش نحط سكر فاني ونخلط، ونحط شويه خميره ونكمل نخلط. تو باش نزيدو 150 غرام سكر بشويه ونركضو. بالنسبة للسكر نزيدو بشوية بشوية. كما قاعدين تراو البنات، بعد ما طلع الفوليوم شوية كي زدنا السكر تحسوها وليت عاقدة أكثر من المرة الأولى. توا باش نزيدو بيان سور السكر راهو نزيدو بشوية بشوية والباتور يخدم. توا باش نزيدو كيف كيف العظام بشوية بشوية والباتور يخدم، ومن بعد باش نزيدو شوية في المغرفة خميرة، وباش نزيدو 150 غرام فارينة. بالنسبة للفارينة نخلطو بسباتول ولا ولا نقصو في الباتور على الاخر، خاطر سينو يطيحنا الموس البيضة هذيكا. باش نكمل توا، باش نحط العظم بشوية بشوية، خمسة أصفر عظم، باش ندخلهم بشوية بشوية في الخليط. قاعدين نطاو نقصها في الفوليوم نتاع الباتور نتاعي، ونزيد في الفارينة بشوية بشوية، سينو طيح لي الموس البيضة. حطيت نصف مغرفة صغيرة تاع خميرة، وكيما قاعدين نطاو الفارينة 150 غرام قاعدة ندخل فيها بشوية بشوية، نقصها في الفوليوم نتاع الباتور على الاخر سينو بسباتول. كيما قاعدين نطاو كالعادة ندخل في الفارينة بشوية بشوية. كما قاعدين تراو هذه هي الريزولتا، الخليط نتاعنا موس هكا يلزم يكون. انا توا باش نخدمو بالكوش بالكوش،
باش نحطو في المول متاعي وندخلو الفور. بيان سور نسخنو الفور قبل. انا هذه المول متاعي صبيت فيها كما قاعدين تراو باش نعمل ترواكوش. باش نحضر الكريم موسولين متاعي، طيبت الباكو متاع الكريمة، وطوا باش نبدا نخدم الزبدة بالباتور. بيان سور انا عندي 200 غرام زبدة، باش نحط عليهم 200 غرام سكر محور، وباش نزيد نخدمهم هما زوز، ومن بعد نزيد الكريمة الاخرى لازمها تكون باردة. واللي يحب على الروسيت متاع الكريم موسولين موجودة عشان يوتيوب متاعي، مازلت كي هبطها ما عندهاش برشا. En plus, ma tante, abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit. Femme qui met abonné, mektouba bil-ahmar, تحت الفيديو، كليكي عليها. بجنبها فما سونوري صغيرة، كليكي عليها، كل منها بتروسيت تجيب نوتيفيكاسيون على تليفون. باش نبداو. هذي الكريم موسولين تاعي حضرت، وتوا باش نوريكم لي تروا كوش تاع الجاتو. هذوما لي تروا كوش نتاع الجاتو نتاعنا كيما قاعدين تراو. توا باش نعمل المونتاج، وهذه الكريم موسولين. توا باش نعمل المونتاج تاع الجاتو.